هذا من ابوي طلع ممكن انا ما قلتها فاحب اذكره واقول الزعفران هذا مقدم من ابوي راضي من هادي ونعم خلي لك والله ونعم سبع نعم والله يهينكم وابشروا بالعوض وابشروا بكل شيء يجمل تك تك تعال بنطلب منك عندي مطالبه تك تك تعال يلا كل انا يا هادي جيت اول واحد القناه وخصمين علي 8000 قبل وطالب تعويضها انا جاي اول واحد ومنتظر هذا جبتها وشون من فعلي منك أنا خصم مو أنا جبت أشياء من فعلي مناي وسكت ولا طلبت بالخصومات ولا طلبت بيش سيدي سالب 3000 ها سالب 3000 الظاهر تعوض تعوض تلشون تميس من عند وليد ما أقدر صل الصلاة بوقتها الصلاة هذه ما بي فيها نقاط لا لا أحضر أحضر أحضر, 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 أحضر. صلاة ربك نقاطك مرة واحدة الله منا ومنا تكشها منا ومنا أنا ما جبت لا إن شاء الله بالسلطان ما يقصر صح إن شاء الله بإذن الله الله يوفقك صالح تعال سرعة يا صالح سرعة سرعة يا صالح بيك ضروري سرعة تعال تعال كيف حال صالح حياك الله ناظر اوكي انت صامل يعجبني صالح والله انا ابيك الطالب ابو سلطان اني يعوضني 8000 لاني جيت اول واحد واذا ما صدقني راجع الورقة حقت التحضير سعود جاي الساعة 4:45 4:45 اي اول واحد جيت قبل السيارة ولا ما السيارة قبل كل شيء قبل كل شيء حتى نزلت السياره قبل ما ادخل ووقفت طيب. يمين طيب قبل ناصر الحربي اي والله اني جاي قبل ناصر الحربي والله اني جاي قبل ناصر الحربي والله شوف اذا صح الكلام هذا والله والله صح والله يا صالح رب الكعبه اني جاي قبل ناصر الحربي والله في كاميرات في كل شيء صح ما يحتاج يعني في ناصر الحربي بصم انا اورقه طيب شفت بصمه ناصر الحربي وشوف اورقتي انا طيب ناصر الحربي مدير انا ما بصم شوف خليني اقول لك الحين انت رجال جيت قبلهم كلهم طيب يعني الامانه انا اشوف انهم يزودونك ما هو 8000 8000 تصير طماع حلو انت مفروض انهم يعطونك حصانه الاسبوع ذا لوجهك حصانه لكن ما هو نقاط متجر على متجر كم متجر كم به فلوس كيف كم انا علي خصم سالب 3000 الرصيد الظاهر يا صاحبي الرصيد الظاهر سالب رب الكعبه سالب 3000 والله اذا يمكن الحين نقص يوم رجعت يمكن نقص زيود بعد والله يعطونك 4000 5000 هذه زي السلام عليكم صدق والله انك والله انك تستاهل هذه بدون تفكير 4000 3000 يعطيني اياها بدون تفكير اي والله انك تستاهل صراحه لذلك انا اطالب من هذا من يا ولد فكنا اطالب اترك الدوسري والله ما وراها يا ولد والله ما هو قال انا معكم قال انا مع الشباب قال انا معكم في السراء وفي الضراء قال هذيك المره طيب. جالس صح ايه؟ طيب في الضراء انا انضريت ب 8000 في السراء انا جيت بدري سرني طيب لكم السلام يا اخي انت لهالدرجه مستهين في الخروج اطلع صلوا على النبي تعال هنا تعال تعال لا تكلم ابي اشوف بس علينا تعال هنا ابوجه بس دقيقه هنا التوجه هنا اي ابوجه بس اول شيء كلامي بعيد الشكر حلو بعيد الشكر للاداره العظيمه الله يبيض وجيههم تستاهل حلو اللي ما قصروا ويبيض وجيهكم يا ربي تستاهل اللي والله ما استغرب منكم ذا الشيء اي والله اللي شفته ولكن تواصلت مع الوالده توصل بكره أيه. فاليوم انا معكم و... برضه مرحبا أيه. بك اسمع لا مرحبا اسمع بث بكره معكم بعد بث بكره اطلع لا طولتها كذا من وجهك انت يا ابن احلى اسمع اصبر لا احنا مشتاقين لك لا تخرب صلوا عني صلوا على النبي وش اسوي اروح المين طيب والله اروح المين انا طالع لامي اول شيء والدتك كانت حاجه اسال الله اي والله اللهم ترى والله انا دعت للجميع يشهد الله حلو النقطة الأهم الله يبيض وجهكم جميعاً والله العلي العظيم طبعاً خنقت لي العبرة وأنا ما كان ودي أنها تطلع فهمت ولكن اللهم لك الحمد اللي سمحوني إي والله تستاهل هم يفعلون وأنت تستاهل إي والله الله يبيض وجيههم ويبيض وجهكم يا ربعي أبشر بسعادك أبشر بسعادك الله يبيض وجهك أنت تطالب على شنو؟ تطالب مرة ثانية بعد لا 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 خلاص أنا أبين يشكر أبين أنا معكم بث اليوم أنت طلبت على شنو اليوم؟ انا ما عيت مع امي يقدم شكر لا والله إيه والله شكر شكر لا والله الا من نوره إيه؟ لا والله الا من انت علي فبث شيك انت من نوره ترى اي ام الجميع هي فبث اليوم معك بث بكره معك بعد بث بكره طالع بكره ها اي بكره مو اليوم اول شيء احب امسي على ام نوره
واتقبل منه ومنه ان شاء الله تو جاي من عمره لا لا تو عاده في الحج والله اني دق عليه وهي في المساء اي والله ربها دعت لكم اي والله انا دعت لكم كلكم والله انا ما خلت والله انا دعت لكم كل سلمي عليها سلام واجد حق عراش اي والله يكتب والله انك تعبت ابو سلطان حتى مره اما نوره ولا امي انا احنا كنا اسمها نوره رجاء اكو ابو مكرات الحج راحت تكفين يا امهم نوره راحت العام كلكم يعني السنة دي راحت لا هي كلها تشملها بس تعال ايه ام نوره اسال الله ان يقبل حجس ان شاء الله والله يخلي سودس ان شاء الله بس بتروح السنه الجايه ممكن وطالب من هذا المنبر استدعي لي ويعني هي ان شاء الله انها داعي للشباب لا والله داعي لكم كلكم ابي دعوه خاصه من قلب صادق تكون لابو سلطان انه يراجع معلوماتنا انه يعني كيف دقيقة يا مسلم وترت يا مسلم وترت والله تعرف يسولف والله اسلم شوف الحين كيف بينطلق المهم ان ابو سلطان اعطاني 8000 وانا جاي بدري جاي اول واحد فارجو منك انك تكلمين ابو سلطان يعوضني بداية 8000 انا اقسم بالله ورب الكعبة يا مسرح الجوال انه انكسر من ايش ترى من كثر ما يشوف يقول يرحم امك كذا ينظر لي المسرح تحت يرحم امك ايش تبي خلاص انا وحمد الفرع هذه خلاص يرحم امكم انا طفشت يقول ابي رجلين جديدة تمر على المسرح تكفى زياد يقول برايم من كثر ما طفشت يقول طفشت خلاص المفروض من الجوال ابث معكم من الجوال هلا شباب يلا انت برايم خلف الباب كذا البيقر خلف الباب سعد الحشان ارجع حصانه هادي توقف مع اخر واحد يرجعون اثنين يا اخي خلاص يا ناس خلاص تعب المسكين خلاص تكفون والله اني طلع انا طلعت يا رجال صراحه مرفوضه كل الفلوس راحت لا والله عاد بجيبه تكفى اليوم ان شاء الله او بكره لا طلعت ان شاء الله بجيب يا اللي تشوفني الان انت عندي رد قولي عندي حتى ما اعطاني وجه يعني لا صوت أحمر. عندك صوت احمر عندك عندي هو عندك والله يبيض وجهك طفح الكي وصلت بس والله طفح الكي خلي ابابا ايه يلحقني يلا اذا رحت من هنا تجي الكاميرا معي ايه يلا والله تكفى لا توشني ما الحقك شفت كيف ما الحقك يا اخي نجرب نجرب دقيقه نجرب ها شفني ها ما الحقك لحقني لان انا عندي رساله انا قاعد اوصل رساله للناس انت ايش تبي ما خلصت انا بس خلاص وصلتها فالان الموضوع عندي انت ايش تبي ابي وش تبي حقتني الله يبيض وجهك حقتني دقيقه اصبر انا ابوي يقدم لكم هذه فقره النقد اللي تاخذونها اللي ما الزعفران الاصلي اللي على ايدين النشامه وفي الدلال الرياجيل عفا والله يا فادي معيا وراح نصور معه عفا والله يا فادي معيا هذا كله قدام الجمهور يركب حق فادي دي 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 يعني بس كذا يقولونها قدام الجمهور ابشر على خشمي كذا هاي يفتح كذا على جنب تذكرك على جنب خلنا نحط لك الكركر يا رجال خله احنا اللي نبغاه اخو شوي تبارك الرحمن بس اول ما افتح تقطع شوف يا لطيف هذا انا جايبه هذه هديه من ابوي الله يطول في عمره استاذ يا استاذ طبعا الله يجزاك خير استوعب وعهديتهم اياها قدام لا ولا اخذوها يعني بس قدام العالم لكن احنا نعذرهم هم نسوا عندك يا فادي معي لا نسوا انا متاكد هم يردون لو انا حارس نحطها في مخباه لا دعوه بسيطه لا مو بحارس سوى ان احنا جينا وشليناها وصل يعني تستاهل نعذرهم فانا راح اوديها عادي اقدر اروح ادخل منطقه اذا رحنا سو كذا ريري تسمحوا لي ادخل منطقه المحظوره واوديها لهم قال لا ما يصير هديه الوالد هديه تبيه احنا طالبينك اوديها روح اوديها انا اروح معه لا الله يبكي ليه هذه لك حس طالبه تكفى طالبه خلينا نروح معه لا خلاص خلينا اوديها صراحه قرح قرح يلا امشي